أكد شيوخ عشائر ووجهاء محافظة البصرة دعمهم لمطالب المتظاهرين، وأوضح شيوخ في بيان لهم أن العشائر ترفض كل أشكال العنف وإغلاق المنشآت الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. عشائر البصرة ووجهاها وأعيانها تعلن تضامنها ووقوفها مع أبناء الشعب العراقي وتلبية لنداء المرجعية المطالبة بإصلاح الدستور وإحالة الفاسدين إلى القضاء وإلغاء قرارات التي أصدرتها الطبقات السياسية الفاسدة عبر سقف وبرنامج زمني محدد. أيضا ناقشنا موضوع الغلق القسري لبعض المدارس والمؤسسات التعليمية وبعض المنشآت الحكومية الصناعية، وهذا أمر لا يصب في مصلحة الدولة العراقية عموما، لا يصب في مصلحة المتظاهرين ولا مستقبل العراق. هذا أمر مرفوض ونقف ضده، وأيضا نؤكد على أن الدولة على الأقل في هذا الموضوع يجب أن تقوم بمهمتها في حماية المؤسسات التعليمية، المدارس، على الأقل المدارس الابتدائية.